هذا الصرح الذي قدم وسيقدم الكثير لهذا الوطن ولقضايا حقوق الإنسان. وأتشرف أيضا بهذا الجمع. نبارك لكم في المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء، الثقة الملكية والإرادة الملكية السامية، وشعورنا بالراحة على أن هذه الأمانة في أيدي أمينة. توصيات جلالة الملك دائما وأبدا تتعلق في الإنسان الأردني وحفظ كرامته وأهمية هذا الملف وأهمية المضي بهذا الملف إلى الأمام. لذلك وكحكومة نتعهد بدعم هذا المركز ودعم استقلاليته وحرفيته وتكاملية العمل بين العمل الهام جدا المناط بكم من ناحية المهمة صعبة وشاقة فيها تطوير تشريعات وفيها رصد لإجراءات الحكومة وممارسات الحكومة وفيها رصد لواقع الحال في ملفات هامة جدا يعنى بها المواطن الأردني، ملف الحريات، ملف الحقوق، والقضايا التنموية اللي دائما يرصدها المركز تقليديا في الصحة والتعليم والعمل والفئات المهمشة من مسنين من ذوي احتياجات خاصة. كل هذه الملفات الهامة والغاية في الأهمية بين أيديكم، واجبنا أن نستمع ونحرص على استقلالية هذا المركز، واختيار أشخاصه كان بناء على ما قدمتموه من حرفية في هذه الملفات بالذات، ملف حقوق الإنسان، ملفات التنمية، العمل في كل قضايا الشأن العام. ما شاء الله هذا فريق نعتز ونفتخر به على مستوى الأردن وعلى مستوى المنطقة. كما قلت، الموضوع وأنتم أصحاب الخبرة والتجربة سيتطلب تطوير في تشريعاتنا، والحمد لله عنا عدد كبير من القانونيين وأيضا من الممثلين في مجلس الأمة موجودين في هذا الفريق. فموضوع تطوير التشريعات في غاية الأهمية، موضوع رصد واقع الحال والإجراءات في غاية الأهمية، وموضوع تطوير ثقافتنا كلنا، القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق في حقوق الإنسان في غاية الأهمية. لا ندعي أننا وصلنا على الإطلاق، ولكن هناك تصميم وبتوجيهات ملكية أن نمضي قدما. نحن نعيش في منطقة أحيانا تختزل فيها حقوق الإنسان برصاصة وبتصفية. الأردن لن يقبل ذلك على نفسه، وهناك تصميم على المدن. نعم في صعوبة، نعم في تشريعات بدها تطوير، نعم في ثقافة بدنا نشتغل عليها. أحيانا موظف القطاع العام يقسو على المواطن اللي جاي بده خدمة، أحيانا نتعسف في تطبيق القوانين والإجراءات، وأحيانا في القطاع الخاص صاحب العمل ينتهك حقوق العمال، وأحيانا في المجتمع الجار على بظلم جاره. هاي ثقافة كلها بدها تطور. علينا أن لا نستحي من القول أننا كلنا بحاجة إلى المضي في هذا الطريق. فكل الدعم لكم،
نحن جاهزين في كل هذه الملفات، وأنا سعيد أيضا أنه معنا اليوم الدكتورة عبير دبابني منسق الحكومة معكم ومع كل الجهات المتعلقة في هذا الملف الهام. وأنا أيضا تشرفت في وقت ما أن أكون على هذا المجلس وأختم هذه القضية، فبالتالي يعني هذا الموضوع مستمر ونؤمن به جميعا، وكل الدعم لكم، ويعني أتطلع فعلا إلى مرحلة نضع فيها مؤشرات واضحة، خطط واضحة للمستقبل القريب، ونتوافق على أن نمضي قدما. والله يعطيكم ألف عافية، وكل الناس معولي على هذا.